نأتي إلى فتوى ثانية، نأتي إلى فيديو آخر اللي هو تجد أنه فتوى القذافي بجواز الطواف لكذا، تجد أنه في كلامه هذا يقول هذا السيد القذافي في الدقيقة كذا، من قال لهم أن سفير الفاتيكان نفس، هو نفس الفيديو، ولكن تكلمنا على في الأول قال لك كفر من يمنع سفير الفاتيكان معناها على الطواف أو أي واحد من المسيحيين أو كذا، تشوف تو الآن تو بيقول المسيحيين وكلهم، تو الآن حتشوفوا المصايب مازال. هذا الفيديو تلقاه بعنوان فتوى القذافي المجنون بجواز طواف الكعبة لسفير الفاتيكان، يقول خلينا نقول لك الكلام اللي قاله باش انتم سمعتوه او جماعه حيديروه مثلا، لكن خلينا نقول لك انا كلامه وبعدين اسمع. من قال لهم ان سفير الفاتيكان ما يقدر يمشي ويطوف بالكعبه؟ من قال هذا؟ من يمنعه؟ من يمنعهم؟ فيه ايه في القران؟ ما فيه. من الممنوع في الطواف على الكعبه؟ اهو نقوله اهو، طبعا كلمه قال اهو الكلام عامي، انما المشركون نجس. هذه الايه هو بيستشهد ان هذه الايه الوحيده قال لك اللي موجوده في القران، هذه الايه الوحيده. طبعا هذا فيديو اكثر من فيديو، هو قايله مثلا في خطاب عام على الجمهور، وقايله في وهو مقعمز قدامه سفير الفاتيكان او بابا الفاتيكان او ندري عليها مقعمز قدامه الناس بعماماتهم كفره من اولهم الى اخرهم. قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشرك نجس، طبعا نقول لكم في كلامها من يقول هذا مشرك ونجس؟ من هو المشرك النجس حتى نمنعه من الطواف على الكعبه؟ هو هذا. إذا واحد مشرك معناها ما يعبدش الله، مش مؤمن بالله، واحد يعبد الأصنام، وكلمة المشركين دائما في القرآن يقصد بها العرب، ركز لي على هذه حتى يبرر للنصارى واليهود الطواف بالكعبة. قال هنا منع المشركين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. الآن اعتبرنا المشرك الكلام للمشرك، والمشرك من هو؟ قال لك في القرآن دائما، شوف التدليس والكذب، في القرآن دائما يقصد به العرب المحيطين بمكة وكذا، لأنهم كانوا يعبدوا في الأصنام، أشركوا بالله، يعبدون اللات والعزة ويسوع ويعوق ويغوث ونصر. هذا كلامها تسمعوه بعد من كم الكلام تسمعوه، هذه كلها أصنام كانت تعبد. هؤلاء المشركين أنجاس لأنهم يعبدون الأوثان، يجب أن لا يقربوا من المسجد الحرام. أي واحد ما تنطبق عليه هذه الصفة سواء كان يتبع دين عيسى أو موسى أو محمد أو دين آخر، انتبه هنا، أو دين آخر أيا كان، طبعا الآن معناها هي بعد الإسلام لا وجود لدين سماوي، ما فيش أديان. اللي يقول فيه دين آخر غير الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج أنه يراجع عقله، يحتاج أنه يراجع عقله ويراجع إسلامه وإيمانه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما عادش فيه أن الدين عند الله الإسلام. ما تقول ليش فيه دين ثاني، بتقول متطرف، بتقول كذا، أنا نجيب لك في شرع الله لا يوجد حاجة اسمها دين ثاني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لكم دينكم ولي ديني. بل لا، هذه شوفها أمتى، أما شوف سبب النزول قبل ما تقول الكلام. هو دائما انظر لسبب النزول، هذه لما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ان عام نعبده كذا، يا اخي عرضت عده اقوال، معناها اسبوع نعبد الهك واسبوع نعبد الهنا وعام نعبد الهك وعام نعبد الهك وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم دينكم ولي ديني. فهنا الرجل شنو يقول لك في كلامه؟ يقول لك اي واحد ما تنطبق عليه هذه الصفه معناها سواء كان يتبع دين عيسى او موسى او محمد او دين اخر، من حقه ان يذهب ويطوف على الكعبه. بالله عليك هذا المدلس، هذا الكذاب المفتري على الله، هذا الكاذب، بل يدعي ان الله عندما يذكر المشركين، لما يذكر المشركين فان المقصود هم العرب اللي حول الكعبه. خلي نسمع كلامه وبعدين نرجع نعلق على كلامه. لكي تعرف قال ابني عليها هذا البيت، هذه الدار اللي نراها الان، الدار الإمامية مطلوبة، هي ما لهاش أي قدسية الدار نفسها، لما تمس الحائط أو حتى الطواف حول البقعة اللي تحت الدار اللي محددة بالدار بالبنية. هذه ليست للحرم وليست لتبع محمد، هذه للعالمين. هذا أول بيت وضع للناس، كل الناس من جميع القارات اليوم يحق لهم يطوفوا بالكعبة ويقفوا على قبل عرفات. واللي يمنحهم شنو قال عليه الله؟
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، اللي صد الناس كل الناس سواء اللي موجود فيه واللي جاي من برا، اللي صد الناس عن الطواف حول الكعبة في نظر القرآن في نظر الله هو كافر. إذا سفير الفاتيكان يريد أن يذهب غدا لكي يطوف عن الكعبة الذي هو من حقه، ولأن الكعبة هذه معمول لكل الناس، الذي يمنحه هذا رأي القرآن فيه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، هذا يعتبر من الكفار لأنك بتمنع الناس من طواف حول الكعبة. من قال لهم أن السفير الفاتيكان ما يمشي بالكعبة ويطوف حولها؟ من قال هذا؟ من اللي يمنعه؟ في آية في القرآن ما فيه. من اللي ممنوع من الطواف على الكعبة؟ ها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشرك نجس. من يقول هذا مشرك ونجس؟ من هو المشرك النجس حتى نمنعه من الطواف على الكعبة؟ هو هذا. إذا واحد مشرك شو معناها؟ مشرك بالله، ما يعبد في الله بس، مش مؤمن بإله واحد، يعبد في الأصنام. وكلمة المشركين دائما في القرآن يقصد بها العرب اللي كانوا يعبدوا في الأصنام، أشركوا بالله، يعبدون اللات والعزى ومناة الثالث. يسوع ويغوث ويعوق ونصر، هذه كلها أصنام كانت تعبد. هذول مشركين اللي يعبدوا في اللات والعزى ومناة الثالث الأخرى وهذا والأصنام الأخرى هذه نصر وغيرها، مشركين ونجس لأنهم إنجاس يعبدون دوثان، يجب ألا يقربوا من المسجد الحرام. أي واحد ما تنطبق عليه هذه الصفة من حقه، سواء كان تبع دين عيسى وإلا موسى وإلا محمد وإلا أي دين آخر، من حقه أن يذهب ويطوف على الكعبة، وهذه دعوة يجب أن تبع. رجعنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. رجعنا طبعا باش نعرفوا كلام هذا المدلس اللي قال ان شني اللي ذكر بان معناها المشركين هم العرب الذين يعبدون الاصنام اللي هم محيطين بالكعبه وبالحرم اللي يعبدوا الاصنام، واي واحد ما تنطبقش عليه هذه الصفه اللي هي صفه عباده الاوثان هذه اللي حول الكعبه، سواء كان يتبع دين عيسى او دين موسى او دين محمد او دين اخر او دين اخر هندوسي او كذا، ما دام احنا اعتبرنا ان فيه دين معناها غير الاسلام، فممكن نقول الهندوس وممكن نقول السيخ ونقول معنى اي وحدين اللي يعبدوا في الاحجار والاصنام وكذا والجردان وغيرها والفران وايا كان، في اللي يعبد حتى في الخنافس، وكله من حقه. قال لك من حقه، اعطاه القائد الاممي امام المسلمين اللي صلى بالمسلمين وكذا بالملايين المسلمين، من حقه انه يذهب، اعطاه الحق الان انه يذهب ويطوف على الكعبه. الحمد لله اللي رايك زمان مخدوش به، زمان هذا الرجل اقترح بان الكعبه هي حق عام لكل المسلمين، مش من حق السعوديه انها تتحكم فيه فيها. فالمفروض ان تتداول الدول العربيه 22 يتداولوا الاشراف على موسم الحج. راحت ليه؟ والله العظيم العام اللي بتشرف فيه عليه انت، لو ان الهندوس ببقرهم خاشين يطوفوا، ما هو هذا كلامك توعد شيني ما تبيش الديره، حد ديره والديره اكبر من هيك. فهذا الرجل المدلس الكاذب، هذا الرجل الذي يفتري على الله الكذب، قال لك المشركين، المقصود المشركين هم العرب اللي يطوفوا حول يعبدوا اللات والعزى وهبل ويسور وكذا وكذا، هذا هو الكافر، هذا هو الكافر. فهذه هذا الكلام، هذه شبهه اطلقها المستشرقون، هو اخذ بها طبعا، هو باش يأيد كلامهم كفري باش يثبت بالله، هم يحطوا في السم في العسل. دار واحد مستشرقين بيدرسوا الدين الاسلامي وجابوا لنا شبهات بده يرموا فيها. من ضمن هذه الشبهات ان الممنوع من الطواف حول الكعبه، رغم هذا القذافي ياخذ من اليهود والنصارى ويجي يدروش النار. هذه شبهه موجوده، وهي ان شني ان الله سماهم مشركين.
الممنوعين النجس هم المشركين، ولم يسمي النصارى مشركين، انما سماهم كفر حد اخر شو نسماه. فقال لك الممنوعين هم المشركين، واليهود والنصارى ليس مشركين، انما هؤلاء باهل كتاب، بدليل ان الله اباح معناها ذبيحتهم واباح الزواج منهم. هذه احكام خاصه لا تدخل، هذه بحولها على جنب بالله عليك، هذه احكام خاصه لا تدخلهم في دائره اهل الاسلام او في دائره اهل الدين السماوي، لانها التحريف موجود وهذه احكام خاصه بنا. فاذا هذه الشبهه بينوا فيها ان الله نعت اليهود والنصارى بالكفر وما نعتهمش بالشرك، قال كفار ما نعتهمش بالشرك. احنا باش نجاوب على الكلام هذا يجب ان نستدل من القران ومن السنه ومن الاثار الصحيحه. القران ذكر الله في اكثر من موضع ماذا قال؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، صح، وصفهم بالكفر وليس بالشرك. احنا وشوي هنا الان الله وصفهم بالكفر واختبرهم وابتلاهم، بعث لهم رسول لكنهم مش انداروا، قالوا ان المسيح ابن مريم، ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. بالله عليك اذا كان هم قالوا هو المسيح، هو الله، المسيح هو الله، الله ابتلاهم وارسل اليهم رسول خلق من خلقه يعرفون من أمه ويعرفون أنه بشر وأصله ونسبه وكذا مولود من بشرية روح الله، ومع هذا قالوا هو الله وصلبوه ثاني وحاولوا قتله وما صلبوه وكذا زي ما قالوا. هل هؤلاء تقول لي ما هو الشرك؟ هذا كفر من جو مزال. فالشرك يكون في العبادة وبصرف الصفات، نفس الشيء صفات الله لما أنت تعطيها لغير الله شرك ولا مش شرك؟ الشرك ليس أنك تعبد الله تصلي وتصوم وكذا فقط، لا، حتى أنك تشرك في شيء، شرك في الصفات، شرك في الأسماء وشرك في الصفات. هؤلاء سموا المسيح عيسى بن مريم سموه إله، قال هو الله، قال هو الخالق. وجاءت آية أخرى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. شوي وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا نعت لهم بالشرك. الإمام الطبري في تفسير الإمام الطبري قال المراد بهؤلاء المشركين القائلين عزير بن الله والقائلين المسيح ابن الله المتخذين أحبارهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا لم ينتهوا عن ما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هل هناك فرق؟ الآن حنجي للإجابة. هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ هل هناك فرق؟ الجواب الأصل المقصود واحد، مقصود واحد، لكن كل واحد يختص منهم بمعنى معين. نعرف احنا كمان الكفر شنو هو؟ الكفر هو ستر الشيء، تغطية الشيء، في الاصطلاح هو شنو؟ إظهار، معناها جحد الحق اللي هو جحد الإسلام، سواء بجحد شريعته أو بإنكار شريعته أو بإنكار رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا وكذا وكذا. فالكافر يستر الدين ويجحد ويغطيه. أما المشرك فإنه قد جعل لله ندا، أشرك مع الله إلها آخر. أيوة بهي، كيف الحكاية هذه كيف نفهمها؟ نقول لك حاجة سهلة. الإيمان والإسلام إذا ذكر مفصولتين، ألا تذكر أحيانا نقول لك المؤمن والمسلم في نفس الآية والإيمان والإسلام يأخذوا نفس المعنى. الكفر والشرك إذا جاءوا متحدات يختلفون، وإذا جاءوا متفرقات يشمل. مع لما نقول أن المؤمنين نشمل المسلمين والمؤمنين، وإحنا نعرف أن في فرق ما بين المسلم والمؤمن، الإيمان أعلى درجة. وإذا جاءت الاثنين فرقت ما بين الاثنين، المسلم هو الذي يتعبد وكذا ومعناها لم يصل إلى درجة الإيمان. إحنا نعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، أعلى الدرجات هي الإحسان. ولكن إذا اجتمعت الاثنين تفرق في المعنى وفي الحكم، وإذا افترق الاثنين عم.
فالكفر لما نقول أن الكافرين تشمل الكفر والشرك، إذا كانت قلت المشركين تشمل الكفار المشركين وكل من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. هنا بين بيننا شنو أهل الكتاب، هنا قال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. لكن المشركون من هم؟ اللي هم الأميين من العرب وأشباههم. لكن إذا أفرد الشرك أو الكفر فعمهم الكل، يعم اليهود والنصارى والمشركين من الأمم كلها، فكلهم يشملهم هذا التعبير. فالكفار هم كفار وهم مشركون. فلو سلمنا احنا ونفترض جدلا بنا احنا ان الله لم ينعتهم بالشرك، نعتهم بالكفر، فهو الكفر اكبر. هو الشرك ما هو نوع من انواع، هم صنفين صحيح لكنهم في الاصل صنف واحد. لفظ الشرك انما المشركون نجس يشمل الكل، كل من كفر بالله سبحانه وتعالى، كل من عبد غير الله، كل من جعل الله شريك. المسيحيين جعلوا لله شريك عيسى بن مريم، اليهود جعلوا عزير وجعلوا البقرة وجعلوا الثور وجعلوا كذا وجعلوا كذا غيرهم بهذا الشكل. إذا لا يخص العرب، هذا تفسير علماء المسلمين مش تفسيره هو، مش تفسيره هو. فالله لما قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، المسجد الحرام بعد عامهم، هذا يدخل فيه كل الكفار جميعهم، أهل الكتاب وغيره، أهل الكتاب وغيره. لماذا؟ لأن كلمة النجاسة لا تطلق معناها على، مش على الطهارة اللي هي طهارة البدن. باقي طهارة البدن كثير منا يقول لك والله الكفار، إذا كانت تطلقها على طهارة البدن يقول لك والله الكفار مهتمين بنظافتهم أكثر مننا، معنى هذا أنه مش هم معناها اللي يطلق عليهم نجس. لا، جمهور العلماء لم يختلف بين جمهور العلماء على أن المقصود بالنجاسة هي نجاسة معنوية ليست بدنية. باقي تعالى لي معناها كبير الكفار قول له اغتسل ودير حمام ودير مش عارف شنو هو وكذا 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 وادخل ملطوف. لا، المقصود هو تشبيه هؤلاء بالنجاسة لأنهم خبيثي الاعتقاد ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون نجاسة. هو في الأصل أنت باش تدخل الإسلام أول حاجة يقول لك اغتسل أول حاجة، فهذه الأثام ملابسة لهم، ما أنا جعلتهم كأنهم ملابسين للنجاسة. فالله بين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا هنا وأجمل ما ذكر في تفسير المنار أعتقد وكذا قال هم أنجاس فاسدين الاعتقاد يشركون بالله ما لا ينفع ولا يضر، فيعبدون الرجس من الأوثان والأصنام ويدينون بالخرافات والأوهام ولا يتنجسون عن يتنزهون عن النجاسات ولا الآثام، ويأكلون الميتة والدم من الأقدار الحسية ويستحلون القمارة والزنا ولحم الخنزير من الأرجاء ومن الأرجاس المعنوية، يستبحون الأشهر الحرم. وقد تمكنت صفات النجس منهم حسا ومعنى حتى كأنهم عينه وحقيقته، فلا تمكنوهم بعد هذا العام أن يقربوا المسجد الحرام بدخول أرض الحرم فضلا عن الاقتراب منه. نهي عن الاقتراب للمبالغة، منع من الاقتراب أصلا. إنما المشركون نجس. فأنت هذه على المشركين خاصة بالكفار، مش خاف المسلمين لا ينجسون. هذا حديث شريف، الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة كان التقاه وياه فوضع يده في يده فانسل أبو هريرة وغاب، فاستبطأ الرسول صلى الله عليه وسلم استغيبه قال له: أين كنت؟ قال له: يا رسول الله والله إني لقيتك وقد كنت على جنابه جنب فذهبت فاغتسلت وجئت، فكرهت أن أجالسك وأنا لست على طهارة ولا أنا معناها نجس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن يا أبا هريرة، حديث متفق عليه، إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا، المؤمن لا ينجس. وذكر إنما المشركون نجس. إذن المؤمن هنا فرق ما بين المؤمن وما بين كل الأصناف الأخرى. حتى ردا عليك أنت اللي تقول لي لا المقصودة بها العرب مشركي العرب ولا كذا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، والله قال إنما المشركون نجس. إذن واحدة من اثنين، يا أما بتدير معناها خاطي المؤمنين من العرب زي ما تقول انت المشركين، انت قلت هم العرب بس، هم مشركي العرب اللي يعبدوا في يعوق ونصر وكذا وكذا وكذا، والنصارى وكذا عادي ما همش كذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن اللي ينجس شنو علاقتهم اظن بالايمان الا اذا كانت انت بتدخلهم في دائره الايمان. ناتي للسؤال، طبعا ما بينا في الكلام الواضح هو اباحته للطواف بالكعبه، اباحته للكفار والمشركين وكذا وكذا للطواف بالكعبه، وهذا كفر ما بعده كفر.
لم يفعلها قبله أحد، لم يخرج أحد أي عالم أو رويبضة أو كذا ويقول يا جماعة راه طواف باب الفاتيكان أو غيره أو غيره، كلهم إنما كذا يبتر القرآن ويفسر حسب على مزاجه باش يداهن باش يرضي السيادة. ويقولوا لي لا هو قتلوه ولا قامت على الحرب لأنه يكره غير المسلمين ويكره اليهود ويكره كذا، وقال لهم طوفوا بالكعبة وش مازالوا. هي هذه البقعة الوحيدة التي لم يستطيعوا الدخول إليها، البقعة الوحيدة في العالم التي لم يستطيع الوصول إليها اليهود والنصارى هي هذه. جاءهم محل الهرم هو قال لهم ادخل وش المزال. السؤال هل يجوز الترحم على من أنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى من قدره؟ حناخذ مسألة حلقة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والفيديو بتاعه. طبعا أنا أقول لكم هذا الرجل جبت لكم أدلة كفره، هل يجوز أجيب لكم السؤال مرة، هل يجوز الترحم على معمر؟ هل يجوز الترحم على معمر؟ هل يجوز هذا؟ سهل جدا والله الإجابة لسهل. هذا الرجل أجمع العلماء على كفره، مش علماء السعودية وديما نخرف لكم فهم، ليس علماء السعودية، أجمع العالم على كفره. من غير شرع الله المتفق عليه وجعله قانونا يتحاكم إليه ورتب عليه العقوبات اللي هو البيت والسكين ورتب عليه عقوبات في القانون المدني، يعاقب كل من لم معناها يقر أو يدير في إقرار بأن عنده بيت واحد، ومن دلس أو كذب معناها عنده حوشين ودلس وكذا وكذا يعاقب بالسجن 5 سنوات والحرمان من الحقوق المدنية وكذا وكذا وكذا. هل يجوز انه يصلى عليه؟ ماكم قالوا ها هو دليل على ان مسلم صلى عليه، لا يجوز ان يصلى عليه ولا ان يدعى له بالرحمه ولا بالمغفره. ومن دعا لكافر ومن دعا لمعمر بالرحمه والمغفره فقد خرج بهذا عن سبيل المؤمنين. كلام ندلل عليه هي ندلل عليه، شو المشكله؟ بينما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لي استاذن ربك، قال له يا رب إذا لي أنا استغفر لأمي، شن قال له؟ قال له استغفر لأمك، قال له الله أجابه من فوق 7 سماوات، قال له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هنا قال المشركين ما قالش الكافرين. إذا لما يقول المشركين فتعم كل الكافرين، معمر كافر تعمه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمن؟ للمشركين ولو كانوا لقربة. إن شاء الله أقربكم أنتم تعبدوه طبعا، أقرب لكم من أهلكم باهي. هذا دليل الأول. لكن يجوز الصلاة عليه؟ لا. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بتقول لي ما كفرش بالله ورسوله معاش بالناقشك، لإني فديت الاتصالات والكذا والوحدة كيف تكفر كذا كيف مش عارف شنو. يا جماعة خلاص عاد شين بنديروا أكثر من عاودوا كل حلقة، وفي بداية ما كنت حلقتين ثلاثة عاودنا 10، والله ما عاد عندي جهد نقول أكثر من هيك. شين بندوروا على كل واحد بنقول له ها هو معناها خشوف وكذا وكذا، وكان فيه إمكانية معناها يقول يطلعوكم على الغيب ولا كذا، ولا يجيبوا لكم صك من كذا يقول لكم ها هو يا جماعة راهو. شين تبوا أكثر من هيك؟ أنتم اولا ما عادش حتسمعوا كلام اي واحد، حتى لو طلع الشيخ الصادق وقال هو كافر المشكله مش حتسمعوا كلامها اصلا انتم، لانكم انتم في خلال 42 سنه من استهانته بالعلماء وكذا طيح قدر العلماء، ما عادش محتمين لعالم ولا غيره. الشيخ الصادق تطلع تقول الاعور المفتن الاعور وتصفته نعته ولا من الكاذب الغرياني ومش عارف ايش وطلعتوه. والله انا مستغرب واحد من الجماعه يقول لي والله الشيخ الصادق باهي هو ومش عارف من هو ضاربين زوز 1,800,000,000. الله اكبر. قلت لي يا رجل استحي على دمك. طبعا انا ناقل معناها هذا صاحب اللي جاي قال لي، قلت له خيرك تعطلت عليه وكذا، قال لي كنت ناقش في واحد قال لي ان الشيخ الصادق والله ذكر الاسم تو له يجي شهر ولا اكثر، ان الشيخ الصادق ومش عارف فلان واخذين زوز 1,800,000,000. الله اكبر. كيف اخذوهم هذا؟ حتى الميزانيه ما عندهم. لا ادري والله ما عاد انتم طلعتوا الشيخ صادق ماشي يجيب في السلاح ماشي وكان سمسار. والله مازال هو شيء مازال معناها استهانه بقدر العلماء اكثر من هذا. فهذا الرجل وصلنا ان احنا ما عاش عندنا اعتبار العلماء، فحتى لو خرجت لهم فتوى تقول لهم بان هذا كافر او مش كافر او كذا هم مش حيصدقوا، هم مدينين امام المسلمين خاص. فاللي ترحم عليه نقول لك انت قد فعلت منكرا ما كان للنبي والذين آمنوا. إذا كانك أنت معتبر روحك الخطاب هذا موجه ليك، الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا، إذا كانك معتبر روحك بالذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
الرجل قايلها لك في قصته، قال لك اني ماشي لجهنم، مشيت لجهنم وبدت فيها وكذا، فش تقول لي انت؟ بالله اي انسان يترحم على الكافر ويستغفر له عليه ان يتوب لله سبحانه وتعالى، لانه خرج من سبيل المؤمنين. ام الرسول صلى الله عليه وسلم اكرم على الله سبحانه وتعالى من معمر القذافي وغيره. فانا اقول لك قبل ما يصدق فيك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بالله نقول لك ارحم روحك وارحم اهلك. في حاجه ثانيه لما يجوا يتكلموا يقول في اللي يقول لي بالله تو علاش تذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم. يا جماعه والله مشكله، والله انتوا بديتوا تستعينوا معناها تستشهدوا باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انتم الرسول صلى الله عليه وسلم انت تعرفوا، انتم كنتوا تقولوا كان معمر وكذا، وقايدكم تو اللي تقولوا تستشهدوا باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم باش احنا نذكروا محاسنا، هو ضرب بعرض الحائط ومعتبر انه ما فيش سنه في القران بس. ولكن انا اقول لك ان هذا الحديث ضعيف باهي، لكن انا مراعاة لخواطركم، انا مراعاة ليك بناخذ بهذا الحديث اذكروا محاسن موتاكم، بناخذ بهذا الحديث. لكن انا نبيك انت تاخذ تو ورقتين، تاخذ ورقه تحطها على الجهه اليمين، ورقه تحطها على الجهه اليسار، كويس؟ وتبدا نبيك في الجهه اليمين تسجل حسنات معمر، مش اذكروا محاسن موتاكم، نبيك تسجل حسنات، ونبيك في الجهة اليسار تسجل السيئات، ونبيك انك تقسم انك تكون نزيه وشفاف وصادق ومحايد، وتنحي من راسك معناها كل السلبيات اللي تحدث الان حتى باش ما تاثرش على حكمك وكذا. نبي تكون اجابتك من باب المقارنه، معناها من باب انك تتخيل نفسك انك قبل الثوره جالس في بيتك قبل الثوره بيوم، ونبيك تتوكل على الله وتصدق مع نفسك وتكتب. انت في حد ذاتك شن اللي استفدت شخصيا، شن اللي قدمه لك نظام معمر معناها قبل الثوره وغير من وضعك، مع الاعتبار ان احنا دوله غنيه واحنا عدد سكاننا شويه، ونبيك تسجل وتدير كل شيء وتبدا بكل قطاع، ابدا بقطاع التعليم. نبلاهي عليك الشهاده اللي انت تو عندك تو الان، بكالوريوس دكتوراه كذا كذا كذا، اللي انت اهلتك لها الدوله، مش اللي طلعت قريت بها برا، لا، نبيك انت التعليم اللي تخرجت منه من الجامعه احدى الجامعات الليبيه، هل هذه الشهاده اعطتك معلومات تمشي بها لاي دوله عربيه وانت رافع مرفوع الراس وتقول انا قاري في كليه عندها منهج وعندها معناها مستوى اعداد علمي نفتخر به وتقدر تنافس اللي متخرجين من كليات اخرى في جميع انحاء العالم؟ كويس برا، سواء ايا كانت معناها دراستك ثانويه او غيرها. باهي هذا في جانب التعليم، وقيس عليه شوف انت شنو هو سلبيه التعليم. نبيك تشوف في جانب الدين، هل الدوله قامت معناها معك انت على اكمل وجه، اعطتك المعلومه اللي استطعت بها الان انك تميز وتفرق ما بين الفرائض والسنن في كل ركن من الاركان، صلاه صيام وضوء غير، تستطيع تفرق ما بين السنن والفرائض وغيره، وتستطيع انك معناها تتعبد، تستطيع انك معناها باي مكان، تستطيع انك تعرف امورك في الحج بسهوله وكذا، معتمدا على ما قريته انت معناها في المدارس في التعليم او في المعاهد الدينيه او في قنوات الدينيه او في المساجد وفي غيرها. باقي حاجه ثانيه نبيك تكتب، هل يتناسب مرتبك مع شهادتك ومتطلبات الحياه من اكل ولبس ومسكن ومركوب وكذا، ولا تحتاج للقروض وجمعيات ومش عارف شنو؟ انا نتكلم فيه قبل الثوره، مش لما جاء زاد شويه ملاليم ولا كذا واحده، شوف مرتبك، احنا خدمنا ب 145 دينار متخرجين من الجامعه، خدمنا ب 145 دينار و20 دينار يشطب فيهم للواحد، معناها خلصنا قداش على خاطر البندقيه. باهي نبيك تمشي لقطاع الصحه، هل قطاع الصحه هذا مثالي؟ ولو مرضت انت ما تحتاجش لخدمات معناها لخارج البلاد، تلقى الخدمات متوفره داخل البلاد في كل شيء بدون تعب وميسر ليك، ولو احتجت العلاج في الخارج معناها ما شاء الله يبعثوك بدون معناها ما تدور واسطات وغيره. برا لقطاع المواصلات، هل قطاع المواصلات بكل فروعه باي شكل، طرق معناها بنيه تحتيه والبنيه التحتيه وغيره وخدمات البريد ونت وكذا ومواصلات اتصالات وغيره، هل هذه تتنافس مع معناها طيبه وتستطيع انك معناها تنافس او تفتخر بها في اي بلاد ثانيه بان احنا بلاد ليبيا كذا وكذا وكذا؟ والله العظيم لا ادري بماذا ستجيبون، انا عارف
بان لك كبرك واعطيك معناها جريك وراء العقيده القذافيه حتطلع ان كنا في احسن حال. وانا نقول لك دائما احكم على الاسباب ولا تحكم على النتائج. اللي يحدث الان نتائج لسياسه 42 عام، اللي يحدث الان نتيجه لتسليح اكثر من 18 ل 19 الف مجرم تم اطلاقهم من السجون وتم تسليحهم، وهذا لا يعثون، اصبحوا الان 30 واصبحوا 40، لان هذه التربيه 40 عام ونحن نتربى على شنو؟ نتربى على الفساد. اصبحنا 20 مرتب، نسمع امس في اذاعه غريان يقول معناها فيه اللي عندها 15 مرتب وكذا لما اكتشفوا الرقم الوطني، وفيه اللي عمره 3 شهور مدير مرتب، وفيه طالبات يقروا في مدارس، طالبات هم قاعدات في المرحله الجامعيه ويقروا في المدارس معناها متعيني. كيف امر غريب، امر غريب. ويجي يدافع بعدين يقول لك والله احنا القائد والقائد ووفر الامل ليبيا ونهض بها واصبحنا مش عارف ايش، وانتم يا ريتنا قعدنا على ايامه هو امن وامان ومش عارف ايش وكذا. من اللي وصلنا هذا؟ من اللي طلع السلاح من المخازن واعطاه للصياع في كل مكان؟ انا ولا انت؟ تما وزع السلاح، ما تقوليش اجمع المعسكرات، السلاح وزع. تنتوش وزع 30,000 بندقيه، هذاك وزع كذا، هذاك وزع كذا، كل قريه وكل مدينه فيها ناس وزعت السلاح اخذتها من المخازن الرئيسيه وزعتها، لم يهجموا على المخازن الكذب اللي تقولوا فيه، ولم يستوردوا من برا، هذا كله سلاحه هو اللي يستورد من برا، معروفين وين طورهم، عندهم مدرعات النمر وعندهم مدرعات البركان ومش عارف شنو كذا وكذا. اما بالنسبه لجهه جهتنا، جهه طرف الثوار وكذا، قاعدة البضاعة متاع معمر اللي نصها يتفجر عليهم مساكين وكذا، واحد يموت معناه في تدخير بوكا ما وشني ما يدعي عقيب دبابة الذخيرة متاعها انفجرت عليه. ويكفي الجنازة المشرفة اللي هو ان رفعنا لك ذكرك، رجل ما يعرف حد وكذا، ومعادة صلوا عليه في غزة وفي كل مكان، في كل مكان، مش واحد حتى قبره مش معروف. اذا كان قبل 30 عام الشيخ عبد الحميد الكشك قال له بالحرف الواحد ياك قذافي لن يجدوا لك قبرا ولن يصلي عليك احد، من هو اللي صلى عليه؟ اللي صلوا عليه. نلتقي باذن واحد احد في حلقه قادمه، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.